مرحبا، معكم لين بارودي وعم تحضر لايف ستايل توداي. لمع نجم جديد بعالم الموضة وحقق نجومية كبيرة بوقت قياسي، وصار الشخص الأكثر شهرة بتشات صفحات الإنترنت الفيسبوك واليوتيوب. بيومين بس صار اسمه الأكثر تداولا على الإنترنت بالعالم، حتى وصل لست ملايين كليك. صار رمز الموضة المميز محط اهتمام كل الصبايا، وأنا وحدة منهم. البنات حول العالم بيقولوا إنه عنوان الأناقة. الشائعات بتقول إنه مخبى بمطرح سري بعيد عن الأضواء. لحظة، وصلتنا هلأ معلومات بتفيد إنه انكشف مكانه. جون، خبرنا شو الوضع عندك. لين، ما بتصدق شو عم بصير هون. أنا واقف مع جمهور كتير كبير ناطر بشغف شوف نجم الموضة، والصبايا هون واقفين من ساعات، ما بعرف شو بتقول. هذي كتير. شكرا جون، عندي خبر عاجل بيأكد الشائعات. وصلنا هلا الايميل اللي بعته نجم الموضة لاحد اصدقائه. ما عندي مشكلة ابدا انه يبعث لي ايميل لالي كمان.